طب انا حابب كلمه حضرتك وحابب اسمع حاجه تاني، ينفع؟ ينفع طبعا، بعد ينفع. اذن انا حضرتك. بس مش عايز اكون ضيف تقيل لا لا ده ازاي انت حضرتك منورنا، منورنا. ده احنا لسه هنسالك بقى على الدراما، احنا في شهر طيب في ماشي، مسلسلات كتير. اوكي نشوف. يعني حاجة فيها شوية هم شخص، شوية مختلط بالهم العام. دماغي زحمة ولا مدار رمسيس، وروحي تايهة زي طفلة في المولد، وجيبي فاضي كأنه جامع في صلاة الفجر، بحفر ملامحي في ذاكرة مخرومة زي قربة بتنقط سنين. صاحبت بني أدمين ياما، وياما صاحبت بني أدمين، ضحكنا ولعبنا أكلنا وشربنا، وفجأة سألوني أنت مين. أنا في الحقيقة ارتبكت، أنا في الحقيقة ارتبكت، وقعت مني الإجابة في بير. يا دي السؤال الخطير، أنا مش بخاف من إنس ولا من جان، لكني بترعب جدا من النسيان، من مرور الوقت، من وقوع الوقت زي السيل، والعمر يصبح قتيل، أخاف دمي يسيل برصاصة الأيام. جمال فتحي أنا، أنا جمال فتحي، سهل تقوله وتعيده، قصدت كلمة سر، وجعي صعب تقليده، تايه من أول صرخة في كف الداية، من أول قطع الحبل السري بمقسم صدي اتفرفط سري وشاع، وصبحت مشاع من كف لكف، من أول إبرة تطعيم في دراعي، من أول ما الدكتور قال بقى عال هيعيش، اتفرق على الشارع ندري الفول والعيش، الخيل والليل والبيداء ما يعرفونيش، الخيل والليل والبيداء ما يعرفونيش، انا يعرفني شويه مشي على الكورنيش، وسحلب سخن في يناير على القهوه بستنى ميعاد ما يجيش، وست فقيره تمد ايديها هات لله واديها وانا معيش. الله الله الله، انت بتديها ايه وانت معاك؟ الله الله. حضرتك شايف يا استاذ جمال المسلسلات الدرامية التترات بتاعتها سبب أو عامل من عوامل نجاحها؟ أكيد طبعا، جزء من العمل كبير طبعا. تفضل إيه؟ يعني تفضل يبقى، وبحيادية مش عشان حضرتك شاعر، إن يبقى مسلسل مزيكا بس التتر، ولا مسلسل يبقى فيه لا أغاني؟ طبعا الكلام بيفرق كتير طبعا. الكلام بيفرق كتير، وإحنا عندنا ما شاء الله يعني عندنا شعراء يعني الجمله اللي هم بيقولوها دايما او بتتقال مصري ولا ده، يعني رغم تكرارها بس هي حقيقه كده يعني. طبعا يعني انت عندك بقى ايمن بهجت قمر، عندك شعراء مثلا عزيز زي ما قلنا بيكتب ويلحن، عندك ما شاء الله ناس بتقدر تعمل حاجه حلوه ومختلفه. يعني احنا بنقول سيد حجاب عظيم واسماء كبيره فاتت، لكن النهارده برضو في ناس على فكره مش بس التترات بتاعت المسلسلات اللي بتنجح. طيب احيانا بتنجح المسلسل ده، بتنجح ممكن اغنيه تنجح فيلم. طبعا طبعا لا طبعا، فانا بعتبر ان جزء كبير من العمل التتر، بس لو اتعمل صح. يعني التحديات ايه اللي موجوده دلوقتي في الشغلانه دي، في الكتابه، ان الواحد عشان انا هقول لحضرتك حاجه، يعني حطي تحت اللي هقوله لحضرتك دي 100 خط. الاستسهال، يعني انا وحضرتك اصدقاء، انت شاعره او انا شاعر، فبنجيب بعض نعمل يعني نعمل الشغل، سهل بشوفك وسهل بطلبك نقعد نشتغل، اشتغلنا مره اشتغلنا اتنين. المفروض طول الوقت طول الوقت في بحث دايما عن كلمه جديده، عن 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 فكره جديده، عن حد رائع مش معروف. يعني خروج بره مساحتك الامنه علشان تبتكر. يعني ممكن يبقى في شاعر في الظل او كاتب في الظل عنده حاجات رائعه وما اتقالتش، حاجات مدهشه وجديده.